بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 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 اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا دائما أبدا. اللهم اجعل القرآن العظيم أشهدنا ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الليلة درسنا 41 من سلسلة شرح الأخضر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ومخطئ القبلة في الوقت أعاد، ومستحب كل ما فيه يعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. جارنا على حد صلى وبعد منين العاد في أثناء الصلاة والله مكينه سلم وفطن انه منحرف معناها متعاقب شوي عن قبلة طالع حد والله نبه حد له. وإذا كان للي صاد شور ما هو القبلة يلعت في أثناء الصلاة وذلك صاد شوره إلا متعاقب شوية غير ما هو حتى إلا سقمته. ذاك اللي قال لك حد عنك ما لك صاد شور القبلة سقمته ودير وجهك على قد القبلة وصلاتك متابعها وتوصيها. إلى عاد اللي يمكن إنك سلمت هو أنت متعاقب عن القبلة إلى عاد متعاقب عنها كلية كي مثلا درت وجهك قد غروب الشمس ذاك يبطل. ولعادة عاقبة ما كاتلتها الكبر يعود مندوب لك لعادة في الوقت. المخطئ في القبلة يعيد في الوقت، وإذا أخطأ فيها خطأ بحيث يعود قاع ما استقبلها من عند الراس كيه استدبرها أعطاها بظهر بطلت الصلاة، لأنه ما ينقال له مستقبلا. وهذا لا بالنسبة لنحن كيه الناس اللي ما هي مكة ولا هي في المسجد النبوي الشريف ولا هي في المساجد اللي قبلتها مؤسسة على القبلة الصحيحة، ذيك ما مقبول حد يتعاقب عنها وإذا ما لك تفسد صلاته.
حد في المدينة به للقبلة مرجلية على جدها المسجد المؤسس على القبلة من ساعة اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وكذلك المساجد اللي كانت في عهده ومؤسسة على القبلة يقينا، والمساجد الأخرى اللي اجتهد فيها علماء الأمصار وفقهاء الأقطار، ديك مسألة مسألة اجتهادية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما بين هاتين قبلة، معناها مد لهم بجناحه وقد صدره كامل، معناها البين ذا المشرق شنحته يا كامل يا قبلة، معناها ذاك الأخوة كامل وذاك الاتجاه من قد بيت الله أسوط طميت منه شوية يا قبلة وكافيك. واضح إلى أتكت بتعاقب عنه الله شوي ونبهك لقاه صلح ذاك الكار خاصك واستقبل ولا شيء عليه وتمادى في صلاتك. إلى أتراح ياك ذا السلم وانت تميمس كنت عند تميمس لباس بيها مندوب لك لعادة يا غير ما هي واجبة مستحب لك فقط تحيد في الوقت وصلاتك صحيحة في الحالتين. فهمتوه؟ أيوة. طيب، وما يعاد الفرض منه فيه لا تعد به الفائتة والتنفل. تبارك الله. قرنا عنكم الصهادة كنا نقول لكم ان حد صلى جاء عريان وممكن انه صلى اجبر حد اعطاه اللباس انه مندوب له يعيد، لا مندوب له صلاته صحيحة، يا غير مندوب له افضل له يلبس اللباس ويعيد صلاته بهذه الوقت مازال. ورقاش استقبل القبلة وعقب تبين على انه كان متميمس شوي انه مندوب له يعيد في الوقت، معناها ما دام الوقت ما هاته خلص. قال ان هذا الصخارق مسالتين ما هم في هذا، انك الى عاد كان يسال فيك ظهر قاع قديم يسال فيك وقبط وصليت ممكن انك سلمت له انت اخطأت القبلة شوي والله راك لبست لبسة ما هي قبار تامة فيه. قال لك لا يندب الوقت في الفائتة، لا يندب اعادتها، وانما يندب اعادة الحاضرة، وأما الفائتة فلا يندب لك إعادتها، وكذلك النافلة لا يطلب منك. إذا أتصليت متميمس شوي ثم انتبه والله نبهك لقاه فلا تعيد النافلة، لأن ذاك النوع من الندب والاستحباب ما ألاحق لأدخلكم الله وما داخلكم شي من هذا. إذا معناها لا تعيد فائتة ولا نفلا في الأمور التي يستحب فيها الإعادة، بل اقتصر على الفريضة الحاضرة أعدها في المستحبات، وإن اكتفيت بما صليت فصلاتك صحيحة لغير مراعاة للخلاف. قال المالكية يستحب إعادتها في الوقت مراعاة للقول القائل بأنها لا تصح إلا بذلك، لقع نبهت عليه البارع. لفهمتوه؟ طيب، هذا هو الشرح المبسط للبيتين. أيوة أيوة. تقدر فرائض الصلاة وسننها. كنا في شيء قالوا الشروط، والليلة جايين عندنا كنا لا نحاور ببصلة، والليلة بسم الله ادخلوها بسلام آمن. بل كنا نقروا كامل لا نوع من التحزام والتكراد وكظ انت وبارك انت وقيم انت، يا غير الصلمان دخلت ما هو الليلة. كان عنده شيء قال له الشروط، والليلة قال ان عندنا الفرائض. ما الفرق بين شروط الصلاة وفرائضها؟ شروط عند العلماء اللي يقولوها معناها كيف نقول لهم فاتيح حد قاعد يدخل، ولين يقولوا له فرائض اللي معناها الاركان معناها دايات المسيح. الشروط هذا لقاها مقع يفتح القوى ويفتح الفمام ويدخل ما لا تدخل قاع، والفرائض اللي هي الأركان بمنزل الدايات الواقف عليهم البنيان. بعبارة العلماء الركن ما تؤسس عليه المسألة، والشرط هو مداخل المسألة، الشرط خارج عن الماهية والركن داخل في الماهية، معناها داخل في الشيء. والله ما فهمته. مثلا الحديث يقول بني قال واخبرني عن الإسلام، قالوا الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال واخبرني عن الإيمان، ظهرت هذا الحديث الإسلام دراعتك والإيمان كرشك
والإحسان مكينتك. الله أكبر الله أكبر. وده كله بين البين لو حرم بين السماء والتراب. درعتك تجد تنسخ وتجد الله توحظ بها لما هي داخلة فيك. ودرعت لقاها في نقر والله فوقه فوقه. الإسلام رداء والإيمان كيصك والإحسان مكينتك. ولذلك قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. معناها ترجلي برتك وقضية برتك أنت من الداخل ذات أصل المكينة الشخصي. وبالنسبة للإيمان هو شفتك وقت الوتر. وبالنسبة للإسلام هو ذاك اللي من مرقبها وتؤمن مكملاتها. ولذلك تصلي تشوفك الناس تصلي. ولذلك يوجد المسلم في الظاهر وهو كافر بهاش به اللي ما انتخل ما دخلوا له كالشروط للصلاة. تبقى ضغط تلبس لباسك وتستقبل القبلة وتستحم يا غير ما صلي. كثير من الناس يعود يتوضا يا غير حكم الصلاة ما يعرفه. إذا فعل شروطها يا غير كيصها ما دخلوا لأنه ينقش فيها والنية ما يعرفها والقراية خاسرة. إذا يلحق الواقع خسر عليه النظام. لما بدأت تفهموه شوي شوف هو الإيمان في القلب والله في الكراع. قال واخبرني عن الإسلام. قال له أن تشهد وتشهد قاع في قدر من الإيمان يا غير فيها الكلام. معناها الإسلام إلى الله بينتير والإيمان هو ذات البنيان والإحسان هو داخل البنيان ذاك اللي واقف عليه البنيان بالدقة. قال وأن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك الحديث ما ذكر تعبد ما هن الحد الإحسان معناها أنك سابق ما نك من عباد الله. ذاك عندي إنه ما وضح. أنا نبقي ندخلكم مستوى معين كان يعطي الله تفهموه. يا غير نخاف هم اللي ننجي قاعناه نوضح قاع نخلط. أخبرني عن الإسلام ما فيها عبادة. أخبرني عن الإيمان إن تقتنعت. أخبرني عن الإحسان سنتات تعبد. فكأن العبودية من عبادي الصالحين سنتات الله في المقام الثالث. وسابق أنت تتحزم أولا دخلت التحويط لك الإسلام. دخلت فم المسير لك الإيمان. عدت في قد المحراب وبلاد الإيمان لك الإحسان لأنك في المرحلة القدام. وده كله بين وعلى أخر اللي بين السموترة. ولذلك يمور مولانا ذي المارة شئما يقول قالت الأعراب آمنا. قال نموه آمنا ما فتلحقتوها لأنكم مسيد الإيمان ما فتدخلتوه. قال لهم ولكن قولوا أسلمنا. قولوا مسلمين بكل ما زلتوا في التحويطة ولا فتدخلتوا. أيوة دخلتوا ما رفشني. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم جاءت يدخل وعاد فيها الإيمان. الإيمان دخول والإسلام حوطة والإحسان حد جاء عاد نقر المسيد والله قد ظهر لما عاد كأنه ذيك بنية الإسلام هو قاعد في الصف القدامي. فهمتوها ما فهمتوها؟ معناها النونين قال بنية معناها نخرصوهم طبقوا فيه البنيان. زم حيط زم بناية زم مرحلة متقدمة من البنيان القدام. وهكذا تم تتقدم انت الحقاء على المقامات. وانا قد قلت لكم في درس ماضي اني الساري عود مؤمن ومعلا ما هم العباد مولار الصالحين. مؤمن طهر ما هو صالح. شفت واحد رجاه يعود يشيل الطب وهو كمال وفاطن الكمية ويجيل الصالحين ويزورهم انه ما طلبوا له مولانا انه يوقد عنه الكمية. ويجي قالوا موريتاني الحجابة ويجي الطب صباح ويقول له قلت لك عس هذا محالي فيك ويرجع هو يبط راسه مقتنع عن اللي مريجة واللي سقري
انهم يبس اعضاء لا يتكتلوا. وهو قالب يكون تميكمي. اذا تعرفوا سره معناها عاد مومن، مومن بن مريجة محالي وسقاري تدفو بيها وان الكمية محالية وفتاوا بها الاطباء وهو فاتي بها راسه، هو عاد مومن يا غير ما هو صالح وليلك ما هو قادر يطبق، مازال غالب وراسه ينين يسقم عاد صالح ونين يقتنع لاك مومن ونين عود الله القضية وتوهم خرمزها من قدام لاك مسلم غير ما هو صالح. ليه فهمتوه؟ هو من نفسه ما هو قادر يسيطر على نفسه، ما عنده فريه حكمه، وبالتالي مازال. ولذلك قال مولانا في قصة الخضر، خضر مع موسى، قال وأما الغلام فكان أباه مؤمنين. ولاحظ أن هون مولانا ما أكرم الوالدين ولا الولد، كرامة اللي مفهومها الاصطلاحي ما نعطاه. إن كتلعانهم ولدهم وعادوا يبكوا عليه ودخلوا ضيقة منه ويتموا من ولدهم إن كتل بين أيديهم من أجل ياك يحفظ مولانا إيمانهم، كافيهم إذا تموا مؤمني إلي نصف الحقنا وكان أبوهما صالحا. لهو أن المخلوق ذات مال ومعالى يأخذ مهل أنبياء وراه يحافظوا على أولاده من وراه، فأصبحت كرامته لا هو حي فقط بل يكرم بعد موته، ويكرم لا في نفسه بل في أولاده. لهو أن أمناد مقطع مرحلة مثلا لا مؤمن عاد مكرم حجا ومجفا، ولما اللي يكرم به حتى خدمة الأنبياء يخدم واحد من أولي العزم من الرسل، عادوا يشتغلون الأنبياء. يا ما نعرف كانكم فهمتوا لوك وكان أبوهما صالحا خرصنا للعدل لهم مولانا. له واضح فيه أن مولانا جل وعلا إكرام للعبد الصالح في نفسه وفي أولاده. لوك انقبض الولد واتكرك رهوما وهم مؤمنين، وهون ابو صالح هو ما عنده مشكلة مقام واضح، والترك محافظ لهم حتى على مالية عندهم يقيد لها الله عبدا من عبادنا آتناه رحمة، وكلم الله موسى تكليما. أنا باش يخدمه شاشرته من وراه في طبقات الأرض لأنه من قيمة من المقربين، هذا أمر عظيم. أنا باقي في أكاكم يا ما فهمتوا، ما بداتوا يكبر على مكينتكم قاع صورة تقرب لكم الفرق بين عبد من عباد الله الصالحين وبين من المؤمنين. أيوة يدلكم، أعطيتكم مثال قلت لكم أن عودة لقاه مقتنع أن سقاريته الدخان محالي فيه، عنده إيمان يا غير قالبه يحكم راسه. نفس الشرط ذكروا المليك، قالوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو قال الذين آمنوا يعود الله واحد مقتنع صاحب سقاري يا غير تلب الهوى كانوا يتقون، عاد يفرين عاد حاكم راسه عن معصية مولانا. ياك ما هو قاد يتقي سقاريت يا غير عنده آمنوا، يا غير يتقون قالب يعود عنده آمنوا ويتقي يطلع درته عاد من أولياء الله المنصوص عليه. ما حد عنده آمنوا يبس ما هو من أولياء الله. نعرف كاكم نفهمتوا هذا ينفعكم اني تفهموا فهم سليم، ينفعكم يعاونكم ياس. طيب خلاص، اذا عندنا الفرائض وعندنا السنن، بعدنا ان شاء الله نحن ندخلوا في الصلاة. وفي ملاحظة النص الاكثر اللي فيه من الفاو هي الله اكبر، الأقوال كاملة كلها لاني تلحق الله أكبر هو أني ترق لي كم من الله أكبر. الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر عند الركوع، الله أكبر عند السجود، الله أكبر عند الجلوس، الله أكبر عند السجود، الله أكبر عند القيام. إذا الركعة الأولى أجبرنا فيها ست تكبيرات خرص أربع مرات، ستة أربع مرات كم؟
24 من الله أكبر. خرص سبحانه دوالك سبحانه، مع أن الناس اللي قد تختصر على قلبها، لأني نقول لكم اللي بعد قاع ما تنفك عن الصلاة، الصلاة دائما مقطعة به، دوالك أكثر الألفاظ اللي تقطع بها الأركان هي الله أكبر. سمع الله لمن حمده تراها مرة واحدة، ربنا ولك الحمد تراها في الركعة مرة واحدة. الأشياء تقلد، يعني قالوا لماذا الله أكبر تعود مقطعة بها الصلاة؟ قالوا لأنها توقف القلب من الغفلة. لأنك التمساهي كنت واقف وتقرأ الفاتحة يا غير ساهي، تمنين تقمز عليك بتوهت الله أكبر، مولانا أكبر من الواحد لي، ترجع لصلاتك كنت ساهي وتقول سبحان ربي العظيم، قلبك عاد معاك بك الله أكبر، وقلتك الله أكبر من اللي تتخمن فيه. أنت تتخمن فعلك الله أكبر، تتخمن في المرسى الله أكبر، تخرص صير وجيه الله أكبر، واحد في واحدة يتساوي الله أكبر، تمرك الله توقف، لا هي تلفت راسك كنت ساهي الله أكبر، تبارك الله، لا هي تحكم الله أكبر. فهي تنبيه أكثر من هذه الصلاة كمنبه، يتم ينبه لخطرات القلب لأن القلب يتقلب. فهمتوه؟ لعل يخطر بك عظمة حد والله ما كذا، قال لك سبحان ربي العظيم. لعل يخطر بك انه ما كيف تشون خالق واحد فوق، قال لك سبحان ربي الاعلى. اذا معناها ان الكون كامل وقفر، ربي اعلى وربي اعظم. اذا ما تلف امشي قد ما تقدر احل فيه. عاقب لك لعل يعود انك اعظم، قال لك حتى مولي. مولاني يتلى له يكلم معاه بطريقة تدل على التعظيم، تحيات لله ورقاه الله كتاب السلام، يتعود تحية واحدة السلام عليكم أكثر منه. يا غالب يتعود له تتكلم على المليك في صلاتك تقول التحيات، معناها السلام كامل لمولان، ومعطاه جعل المخالق صارت الطعام، التحيات لله. ولكن ما اللي بقيمته كامل المولان، الزاكيات لله والطيبات كاملة المولان والصروات لله. يعني ما يبقى شي يدل على التعظيم والتقدير ما قدمته في قعدتك، فتصبح الصلاة بالنسبة لك مدرسة. عاد لكن انت وفهم ذا كامل، تحضر انت راسك، اول شي تبدأ بالملك الأعلى، السلام عليك ايها النبي، تبدأ ابله تحية الملك، من ثم تقول السلام عليك أيها النبي، قولي أنا ما خارق حق أعظم عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو البلغك دين الله. تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتعطيه السلام تام، حد له يسلم على رقاه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت في الصلاة تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي لأنك بلغتني دين الله، ولا ننسى فيك للي أعطاني مولانا علينا ورحمة الله وبركاته. شوف انت لله إذا حضر المخالق الأخرى وحضر راسه وقصت عنه التحية، قال والسلام علينا وعلى عباد الله لا فيها ورحمة الله لا فيها وبركاته. ياك تعرف النبي صلى الله عليه وسلم زريبت وحده وكارت وما ينقصر فيها ولا يحضر فيها حد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وانك مولي تعودك الصلاة على انك بينك معاه كليان، واللي بينك معاه قرابة، وليارتك تعود في جماعته الا الصالحين، وان اهلك واصحابك وقومك، وتعرف ان اللي منهم ما هم من عباد الله الصالحين، تعرف انك بلا علاقة به. السلام علينا وعلى عباد الله، يصبح اي مخلوق عبد الله وصلحه عندما انت تجبر تقول له انا قاع ما قد نساك، انا دائما نذكرك في الصلاة وانت تذكرني في الصلاة، احنا قاع يشليان يلي توفى منها كامل، تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، توفى عنك التحية، وهي كاملة قالها التحية وهي متألفة من ذا المعنى له. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ أيوة، أولها الله أكبر وعقابها السلام عليكم. لماذا السلام عليكم؟ هو رجع كان يتلفت في الصلاة، إذا قاعد سلم ما تلم دارك شيء، وقاعد فارق تاريخه وكان لا يتلفت السلام، قاعد ما طرال بشيء. ولذلك عادت التكبيرة الأولى شنقال تكبيرة إحرام، لأن تحرم عليك ما تي تتلفت ولا تي تتكلم ولا تي تفعل فعل
ولا تتوكل ولا تشرب ولا تمجلس ولا تقعد ولا توقف ما هو بالطريقة المناسبة لصلاتك. عاد قال لي حرام لأنها حرمت عليك كل ما يشغل عن الصلاة وكل ما هو خارج عن الصلاة. ايوا ني توفى منها تعود كيف رقاها مكين وجا كاملة راك مهرو في طائرة ولا مسافر انت كنت تصلي وحد شاف اهل الصلاة يعرف ان مولانا اشبه اللي جي الا تعود انت هارب شور مولانا ويعود هو هارب شور مولانا عنك انت. ولذلك الذي يعدل في المسيد يدل على ان الدنيا كلها هارب من لوخة. الامام يعطي ظهره للناس والناس كل صف عاطي ظهره للوخة وذاك اللي وراه ياك يخرى صاروا يا غير عاطي ظهره للي وراه وذي الخلطة كاملة مشغولة بالله عن غير الله. ونيتو فالناس من الصلاة كلها يتبرم على الاخر يقول له السلام عليكم السلام عليكم. انت كنت في زري ما كنت في زري انا كنت في جولة وكيني صبت لك كنت بيا تكبيرة الاحرام مرقتني عن جوك وذلك مكيني عدت انا وانت متنحر مين عادي يتبرم على الزر ويقول له السلام عليكم يتبرم عليه الاخر يقول له السلام عليكم. احنا هرنا مكيننا جابرنا ومراهما اعدهم بجبار يعني قال والله أكبر ورلاك عادوا كلها مشغول بربه عن جانبه وعن اللي في زره عدت تسلم وعدت ترفت إياك يبرهن لك النصرة عبارة عن انفصال عن الخلق واشتغال بالخالق سبحانه. اللهم يا رب اجعلنا ممن يصلي لك الصلاة التي ترضي. انتم ما فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ واحد من الساعة اللي يقول الله أكبر يا الله وفاء ايوه طيب ايوه قول هذا باطل اللي اخترتنا نذكر لكم منه قطرات لعل الله ان ينفعنا بها تالي الله ان ينفعنا بما نعلم وان يزيدنا علما وان يجعل ذلك حجة لنا في الدنيا والآخرة لا علينا انه سميع مجيب. ايوه قول فرائض الصلاة. فرائض الصلاة قصدها معا تكبيرة الإحرام والحمد معا. قارنا انها فرائضها الاول منهم النية قصدها اللي هو النية معناها تنونك للمصلي الظهر توف كون انها فرض ما هي شرط يهلي الظهر ما تجي تعود نافلة وكون انها ربعة يا خروجه حد واقف مع انت بسم الله هنا يصلي الظهر وراه ياركم ربعة وراه ياركم اليوم يوم الجمعة وضع يوم الخميس قال هاي المحاضرة عدلها مع ابليس ما هي لله ولا يصالح شي شمل خروج انطلص عليه همك احرم وتوف الاك قلبك انت يعود مستحضر فيه ان هذه يصالح الظهر كافي لك الظهر لا يكون الا اربعا والظهر لا يكون الا فرضا وكونه في اليوم انت تعود قاع مالك في اليوم ما تعود حي قاع تعود ارتفت عند جنازه وخرجت الدنيا واذا لو خرج قال واحد كلام انه هرقه قال هذا والظهر واربعة وكذا ما ادري خاصه يكون يقول وانا فلان واللي فلان يدي لو خرج خروجه ينصاف يسلمكم انه قاع علاش من وسوسه اللي توقف وتوه انت مستحضر وانهم اللي كافي من هرقه جايه وطره وطره وطر يجري يجري من والله من قطر بعض من جاي له يدور يحضر في الصلاة لا كافي قاع من كون انها الظهر ولا عصر ولا ماذا اللي ما حركت لها يلحق وقتها اذا هذا عاد واضح ذيك التريشة وذيك البردة ما داعي لها شيء سمعتوا اذا ان ينويها ظهرا مثلا كافي اخر اخر من التفاصيل موقف كون انك تتقرب بها المولانا تقعي لك تبلسانك والله كذا وهي ما يحب تعود كذب المهم صحيح نيتك وقصدك مع الله واحرم احرم انطلص قول الله اكبر خوفا من الرواية الاخرى. اذا هذه النية اللي هي كون انها ظهر والله عصر والله يك رواية ما عليك انه تعرف يا كامل اذا صليت الليلة وانت متوصل لك ان الليلة انها ليلة الحد وعقبت منين فت صليت انت انا الليلة محدد انها ليلة الحد وهي ليلة الجمعة ما اقصر فيك سبة لأنك انت ليه توقف الا في الليلة اللي انت فيها الليالي الاخرى ما تعرف قاعد كانك من اهلهم ذاك لسانك انت المتروش اللي ما هو صالح ولا تضرك المهم انك انت فيها متذكر فيها ولا لو خرج مصوب عنه. اذا نيتها
فرض، وقراءة وتكبيرة الإحرام فرض. الله أكبر لا يجزئ عنها غيره. قل حد الله هو هذا كلهم فريضة. أي وقول واجب على لقاجين يصلي الفريضة. والله حتى الناف لقاه على قول امتي انه لا بد لهم يقرأ الفاتحة. حد كامر صلى ما قرأ الفاتحة. ذيك الناس اللي كلها يمدق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. أمدق 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 يا خصلة خاسر. لا بد من تقرأ الفاتحة فصيحة على قدر استطاعتك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، ما هي المقضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا بد من يعود متوطي على كلماتها. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ في الصلاة إنه لو أراد العاد أن يعد حروف القراءة لعدة من شدة التأني والترتيب. وهذا هو الموافق للقرآن، القرآن ترتيلا، كتابا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث بالشور 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 ورترناه ترتيلا. والله ما أنكم فاهمين. لا بد من يقراها كما هي ولعاد ما كلها دسير حوز على حد احلاه من اهل العلم والله من اهل القرايه وقول له اسمعني ناهي نقرا عليك الفاتحه نعرف يا كان نطقي بها صحيح نطقي بها صحيح اقراها عليه يريني وخوها عليه بطريقه متفاصله يقرا عليه الصور يريني ملي يقراهم قرايه صحيحه الى عاد ما هم من اهل القران يريني بعد يتاكد انه عاد ينطق بالقراءه بشكلها الصحيح. فهمت والله ما فهمت. طيب إذن لا بد من قراءة الفاتحة. وقد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية أخرى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وفي رواية أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، معناها ناقصة ما هي تامة ما هي صح ما هي مقبولة. وعليه واجب على كل حد إن يحرم في الصلاة بالوا للفاتحة لأن الصلاة ما تصح بدونه. لا سمعتوه؟ أيوة. طيب صلاة الجنازة مسؤولين عنها قبيل وراء العصر، إذا كان حد يصلي على الجنازة يقرأ الفاتحة مشهور مذهب مالك لا لا لا. وطائفة من العلماء قالت انه ما يخصصش والله قاعد من مهمة بهم ذاك الحديث لا صلاة، وعند مالك صلاة الجنازة لا تقرأ فيها الفاتحة المشهور. سمعت ولا ما سمعت؟ حد قراها ما يسميها رقاش، وحد احتاط وقراها زينة، وحد ما قراها متكي على ذاك الوجه من العلماء وحججهم ما يخصص. ما لازم الشيوخ ولا يمدوا حد رقبته وتيهاجموا. تراحمونا يا اخوتي وتكايسوا، تراحموا وتكايسوا. الاسلام رافدنا كامري، خيمة الاسلام رافدتنا. والصحابة يختلفوا خلوني ما هو مجال الاسئلة، لا تقصروا عنا الحلقة كل هيتم يسوى يعني نفتح لكم المجال تقدروا تموا تسولوا الين تموتوا يا غير ما ينجاوبكم. خالف شي ما قد سمعت به قاع، وخالف شي قالب لي، وخالف شي ساكت عنه بيا المواضح اللي فيه الحق، ولا عندي شي نفتي به الناس ونبرك عنه ونتكفروا علي الأخبار من اللي منكم سوال. نقول الله أعلم الله أعلم إلين إقبال كلها قاع ما تري سوال. اللي قلت لكم من هذا يعطينا خير، أراني قلت لكم إن شاء الله نعود موفق فيه، وما قلت لكم خلوني لا تموت على علو يعني عقب رقاه يقول شي قاعد يمرق من راسه ما هو سليم.
يعود يعني يسمع ولا يخمو السجل يبرخ لعنا يرقد ما هو الصحيح بيالي يغلط فيه بلسان يعطينا خير ياكم ما هو أبول حد يصلي وحده لا بد من الفاتحة وحد يصلي هو الإمام لا بد من الفاتحة وحد يصلي وراء الإمام اختلفوا فيه العلماء قالوا علينا كي تعود تصلي وراء الإمام كيف فيك الإمام هذا قال به ياسم العلماء وعنده أدلته من القرآن ومن الحديث ومن فعل الصحابة ومن فعل التابعين ولا ينتكر لا يحر فيكم ما أحد يطلعين بلاق عليكم عندهم الذي لا قد الحصر وعندهم ولي الخلطة الأخرين قالوا لك لا بد من تقرأ يا قاع كامل من الديقة واحد ما بيقرأ الفاتحة يا أخوي أقول له لا تنفقع ناهي نقرأها ناهي نقرأها نفتصلوا بقى ما يعود مدايق معها لأنه يقرأ ما يقرأ أقرأ أقرأ أقرأها لا يجزيدك إلا خير المالكية ما قالوا لك صليت وراء الإمام وقريت أنا تبطل صلاتك إلا قالوا لنا ساقط عنك يا غير بعد لو فعلت هذا ما كانت فيها مشكلة ولا مرقع بس يطر الحمد لله خفوا على أنفسكم لا تخلوا ساعة العات موريتاني فيها المدافع وتكر إذا يخلع لا يخلع الأرواح أنا خايف على موريتاني من ساعة اللي يسيل فيها الدم الأرض ياسو في كتفها دماء المسلمين فيما بينهم الأمر خطير الأمر خطير يا عباد الله الأمر خطير ولا قلت لكم من هش دم المسلم لزوال الدنيا أعظم عند الله من قاتل امرئ مسلم أهون عند مولانا دمر الكون بسماواته وأرضه من تجيه عليك روح وفي آخر الزمان يعطينا خير يا كامل يكثر الهرج معناها القتل حتى يلتبس فلا يعرف القاتل لماذا قتلك ولا يعرف المقتول لماذا قتل يعود لو أنك قلت للمقتول احياه مولانا وقلت له يا أخويا مقتول لك يقول لك والله ما نعرف وهذا اللي يقتل لو أنك سوت يقول لك والله ما نعرف أنا لماذا قتل هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أموري تاني يا الله الأول ما تحافظ عليه من قمتها إلى قاعدتها هو المشين قال له العافية تعرف انها ما تجبر ما هو بدين الله ويا الله لكن نوع من الفسقة المجرمين اللي يحركوا ذو الايام في الوتات وفي السيارة في الطرق والواحد هيه للدين وانتم اهل الملاحفات وانتم اهل العبايات والدنيا يسخر منها هذا هو الذي يهز البلد وهو الذي يسبب البلايا والرزايا هذا النوع من راحته الفسق ان قال لي ذو الايام انه في وحدين يعودوا يركبوا معاهم احدين يقول لهم ها انتم اهل الحياة مولوا بدركم انتم اهل الدين العاو ها شكلكم ما يغرنا ولا النوع هذا امر خطير وخطير وخطير امر خطير وخطير والمرأة يتعود ملتزمة الله دار عليها الباس تعود كأن قنبلة هي مد ما ثارت على الفجرة ولا ثارت على المرأة التي تعصي رب العالمين يلعنها كل شيء في السماء والارض من ملائكة وجمادات وحيوانات تشعر بالراحة والطمأنينة وتعود المرأة المرتزمة هي اللي ما هي على بابها الكراط الفاسق العاصي المخالف للسنة كاشح عنها يتمجح ينقال للسني ادرك وادخل وينقال للفاسق يرفع راسك لكن النوع اللي شفته روشه من الشباب والله من الشابات حذروه تحذيرا شديد اللهجة ورعاوا على موريتانيا إن موريتانيا بلدكم جميعا أمره أمركم وكل خطورة فيه تأمنا جميعا وأشبه المحافظ لي فيه إن الدم فيه دم غالي لا يجوز سفك دم ولو دابة إلا بوجه الشرعي من قتلته الشريعة فلا أحياه الله وش ما كاتته الشريعة فلا يموت في بلدنا لا ظلما ولا خطأ ولا مكر
عود شينقال له الدم لا مقدس ولو دم الحيوان. امرأة دخلت النار على سبت مش ربطتها ماتت، حلف الله لا يدخلنها النار، وكانت امرأة عابدة لأن جات عليها روح مش تدخل النار. ارعاو يا شباب المسلمين، هذا الشباب اللي الواحد ما هو متكيس ويحرك ما هو وازن، ارعاو اقراو الشريعة والنور ما تعرفوا على دم المسلمين ما فيه الجوكة. تخالف عليك وعارض ياك ورد عليك بالدليل والله بغير الدليل يا غير، الدم محرم، الدم محرم، القتل محرم، الظلم محرم، يا غير خالف ناقش تناقش تقول لي باطل تقول لي ما كلا، يا غير الدم لا 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 وارفع لا، الدم امر خطير. وخايف ارض موريتاني هذه لا تعود مهيئه لبلاء لا مرد له، الدم خطير، الدم خطير. يا الله اللي منها عبد السلطه يرعى من الدم، ويا الله اللي منها الشباب والله الشيب والله غيرهم يرعى من الدم، يخلي ارض موريتاني في عافيه الله يرعى من الدم بأي حال. واللي منكم شاف وله والله اخوه والله قريبه عنده حماس والله عنده توجه يالطو يقعد معاه وينصحه يرين يردوا الى جادة الصواب ولا يخليه يكر الطريق. مالكم غاية بتحامر الدول مرقبكم، فقد ذاقوا نار الحروب وذاقوا نار الفتن واصبحوا يتمنون ليلة من العافية. موريتانيا ما هي دولة، ما هي دولة معنى الدول العادية. موريتانيا إن شاء الله واحدة الله يعدلوا في انقلاب ثلاثة تهرب عن العاصمة. يا اللي ما يعرف الواقع هذا الشعب ما مقرر ما هو العادي، يريد يخرقها بسطر واية، تبقى لكم مرصد كبني تاريخ ما في أحد قاربه، ويبقى لكم مرصد شيء كام وباتيقة ما في أحد مستعد يجيها، ويبقى لكم المال مطرح وهل ودوروا عاد روس. موريتاني ما يقرنها ما هو العافي، يتم خالقه ما عندكم مشكل، ولين ما تخلق ما عندكم علاج. امكم ما يتعلق بالدولة عنكم انتم، يتعلق بينا جميعا. واي شاب والله شاب بثلاثة تتخطى حدودها يا الله لها، والناس المتصلة بها تجمع لها اجماع من العلماء والفضلاء، يعني يقنعوهم يردوهم عن السفه وردوهم عن الحماقات وردوهم عن التصرفات ما هي موزونة. الشباب قوة ونشاط، يعني ما يوجه ويرشد يقدموا له قاع ينقلب عليه هو قاع يريح به. لا بد من المرشدين. ايوة الدنيا اليوم عاد تقر المدارس ما تقر دين الله، والواحد يربى هو جاهل ما يعرف يقيم ورايك يقرش من النصوص وقم يطحن، ما هو قاري على العلماء ولا هو مترشد بالعلماء، وعود هو نيته طيبة غير كارد الصراط خطير. اذا ما لكم غاية بتحامر الدول، لا يحامر حامر الدول لا شعوبها، شعبكم لا يحامر الشعوب الاخرى، وقيادتكم لا تحامر القيادات الاخرى. خلوا موريتانيا في عافية الله، سالموا لنا جنبنا الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن، يهدي لكامري قمة المقاعد شعبا وحكومة جنودا وسد غير جنود، لكن تموا في عافية. الروح ما فيها جوق. يسمعتوه ولا ما يسمعتوه؟ ارعاه الحذر. الدم امر عظيم عند الله. سفك الدم قطرة واحدة من الدم تضج منها الارض تشفو الى الله. ارعاه. وانا ناصحكم كاملي كبيركم مصغيركم، بياشبي اللي استقر هذا البلد وكان في عافية الله نعبد فيه ربنا ونتموك فيه كامري ونتم متراحمي، السفيه فينا نتحموا عليه بالطريقة الحكيمة، إن نردوه نقولوا له ما يتوز، واللي منا ضال نوجهوه، واللي منها طايش يسكن. يا غير لا سفك للدماء،
لا سفك الدماء، سفك الدماء ما في جوق. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه، حد عدى السماء يتواسى يحقق منها وينقبر وينبه ويعامل بالمعاملة التي يقتضيها شرع الله. تعرف سفك الدماء؟ آه 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 آه. والله أنتوا ما هو داخلكم. الله يجنبنا ويجنب بلاد المسلمين كل محنة، ويرزقنا إن شاء الله التوفيق والسداد في ما يصلح هذه الأمة ويصلح بلاد المسلمين قمة وغاية. هذا هو مصلحتنا كاملين، من عند أكبر واحد من إلى أصغر واحد، مصلحة الرئاسة ومصلحة الحكومة ومصلحة العسكر ومصلحة الشعب ومصلحة الشباب ومصلحة الشيوخ. شرع مولانا يتمنى البلد مع رطيان العالم، ما يحامر بها أعداء الله. يا شعب موريتاني لا تحامر الشعوب الأخرى، ويا أما للسلطات لا تقبضي طريق أخرى لا يتخبز البلد. ثم يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ أيوة. طيب نرفعوا لي فرائض الصلاة، هذا من فرائض الوطن، هذا من فرائض الوطن لا نخلو. يا اللي فيصل ويا الشباب اللي منه فيصل، ولا أما اللي غير له في الشباب، ويا شيثاني ويا الجهلة ويا غيره، حد ما يتقيد بأحكام الله. اللي دور الإسلام ينصر الإسلام طريق الإسلام، ما هو بالاجتهادات الخاطئة ولا هو بالنزغات الشيطانية. ويا السلطات طبقوا شرع الله وعملوا بدين الله وقبوا الناس صراط الله المستقيم. إياك ما تقول فما أي مشكلة، المجرم ينقبل بإجرامه ويثبت عليه ويعاقب العقوبة القائل مولانا. اللي بريء يخلى بريء، اللي يعبد مولانا يخلى حرا طريقا يعبد الله، اللي على بابه على بابه يعيش كريما ويعيش ما عنده مشكل. وتم الدجابر العافي، يتم رئيسها يصلي في المسجد ويمشي في الشوارع ويتحرك كما يحب، وجنودها يسعون في الأرض والناس متعاونون مع الجنود، بل كل واحد منا جنديا للحفاظ على الأمن، لأن البلد وأمنه يعنينا جميعا. يا غير في طاعة الله ما في سفك دماء، ولا في وحدين يحرضوا على وحدين، ولا وحدين من تأسين فرصة ضد وحدين، ولا حزازة. لا، البلد بلدنا والأمر يعنينا جميعا، والأمر إن وقع نحن جميعا نستفيد منه، وإن وقع عكس ذلك لا قدر الله رأنا مضرين جميعا ما ليس لك من نرقه. هذا فهمه كامل. ورعاونا من التهورات، ورعاونا من الشماه عارف رقه وشم. إذا سامعين والله ما كم سامعين، أرعى ورعى ورعى ورعى. واللي منكم يعرف واحد عنده غراض والله عنده رواية، يالطو يبقى بيه وحده وينصحوا لوجه الله. وكم من مرة يجيني شبنا الوقيه كله قادية فيه النار وكله ما كذا، نقول له بياه انت مسولني، هذا لا تطرح في قراءك به اللي معصي دين مولانا. ما ينتفصلوا حد يكون يقرأ ونفوت يقرأ دور يعرف الله حد. اما التخبطات، تخبطات ما هي مقبول. لا بقيت وقبل اني لكم من الناصحين، ولا بقيت قولوا سمعنا وعصينا اني انت دخلوا بلاء تعودوا عدتوا تتمنوا العافية ما تيتوا جابرين. سابق تخرج تخلط عليكم موريتانيا ما تعرفون من يصدوا. قافشوا روسكم يا خود، اللي منكم عنده مسؤول في الدوله ينصب ايه، قول له ارحم تجي المدار عليك روح. جاء في الحديث لا يزال المرء في فسحه من دينه ما لم يصب دما حرام. وان الانسان جاءت عليه روح يجي يوم القيامه مكتوب بين عينيه اي صم من رحمه الله، ممور بيها واقف في المحشر الناس تقرا على جبهته مكتوب ان المخلوق لا يرحمه الله. الارواح يوم القيامه الناس اللي تفتش عن اعمالها قالوا انها في العبادات تسبق الصلاه وفي الحقوق اول شيء يخرص من حقوق المخالق، ان قال خرصوا يا المخلوق لعل تعود اليه روح. اللي تصرف من الارواح لباس واللي تعود عليك روح ينقفل الامر. وقالوا من عظمة الأرواح عند مولانا أنك حتى إلعاد الإنسان كات الحد، إن مولانا دائما ترى له ينهي عقة الأرواح يسبك حرم الله. ياك بيّن لك أن الروح كامل محرم، ولا تقتلوا النفس
كان تقبل الله تقول ولا تقتل النفس إلا بالحق. وكافي ذا معناها لا تقتل يكون بحق يا غير، لا بد من يحسك مولانا بحرم الله يا فتعود عارف ان الروح كاملة انها نصل فيها حرم الله وسابك تقدم عليها خلاص كان استثناها مولانا والله ما زالت مقبولة بالله. ما نعرف كانكم اذا فهمتوا ان دائما الله يا ذكر النفس والروح بدأ بتحريمها قبل ان يأذن في قتلها بشروط معينة. اياك تعرف انت منين لا يجي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه واحد من الصحابة اثبت له ان خالد بن الوليد اهرب قدامه واحد كافر، يعني شاف خالد يقود مجموعة من الصحابة ادفع قدامه، يعني شافهم يشرعوا له قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، خبطوا خالد جابوا تاكي لا اله الا الله. في رواية انه خالد وفي رواية انه ما هو خالد، هما حالتين خلقوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انه علم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب وتغير وجهه، غضب غضبا شديد وتغير وجهه، وأنه في ديديه قيل أنه في الرواية على أنه قتل امرأته، وفي الرواية الأخرى على أنه راجل، أنه في ديديه، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع المولان يقول له اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، يا مولانا أشهد أني بريء من العد خالد. قالوا خالد بن الوليد بشدة الحزن من اللي راعي في وجهه وترمى قال تمنيت أن أكون كافرا فأدخل الإسلام الآن ليكفر الله عني هذا الذنب، لأنه عرفه فوقفت ذي أنه قاس عليه يصلك من الرواية يتبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي خايف لعل يلحمش من الروح على خالد بن الوليد. وفي الرواية الأخرى واحدان من الصحابة لأنه برك عنه واحد وأنه خبطه وأنه يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له خبطه، قالوا بي اللي قالوا ما له، قال اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله، قالوا لا هم يهرب بها ويستر بها يدور السله خلاص. قالوا ايه؟ قالوا ايش له يتعدل الى اشهد لا اله الا الله الدافع عن مولاه. يا اهل لا اله الا الله ارعوا من يوم القيامه كلكم شاكي مولانا من انه قتله من يقول لا اله الا الله وقتل ذلك ما قال لا اله الا الله. لا اله الا الله حصن عظيم من دخلها يسيس معاه. يجي يوم القيامة شاكي مولانا يقول له يا مولانا لا اله الا الله يا منادم ما ردت عني. لا اله مت انت كترت انت وكترت كترت هو ومتوا الاثنين وجيتوا الحق مثل اخر. جاكم ملائكة يسولوك انت فلان مفتول فيه انت لماذا اخبارك؟ يجي له خربارس عيني في الملائكة انت اخبارك ايش له يقول؟ يقول لا يرد عليهم ريدات موريتاني هذه لا يقول وانا لا كذا وانا لا كذا، هذا لا يساوي عند الله جناح بعوض. يا اللي متحرك يا هنا ويا اللي ما هو خايف من مولانا يرعى من يوم القيامة ويرعى من يوم الحساب. وعرفون موريتاني هذه ما عندها شيء الارواح، ما عندها شيء على الجفاف، واحدين منهم باي حالهم الجيفة وقالبهم تراو قد يشرون بور. انتم منين وقعوا قاع في الرواية خاما يعرفشن؟ تقول الله يا عباد الله انتم اياك اللي تعرفون اني ناصحكم ونبقيكم الخير واعلن ما ندور لكم ما هو الخير وندور لكم التم في عافية الله من عند اكبر حدمكم الى اسقروا ماني معدى شبش من هذا كان غايتي في كامل الا ان نعود متحابين في الله ونغير المنكر ونبغض الباطل. يا غير ما في فساد في الارض ولا قتل الارواح، الارواح ما فيها شوق يا عباد الله. ناس كامله تعود الصنادره يا غير في الحق ومتعاونه كامله في الحق ولا هتاك الا الامن على الدوله الامن وامننا والبلد بلدنا والوطن وطننا جميعا ومتعاونين كاملين على ما يرضي الله ولا نقابلين حد يفسد علينا لا من اولادنا ولا من غيرهم حد كامل عدنا بالعلاقات نقول له هيه انت لا يتفسد ولا مقابلين هلا سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ طيب اقرا ها هذا كنت فاصلين فيه
أنا خايف على البلد يا عباد الله، خايف على موريتاني هذا. أرعاو يا عباد الله يتوصاو وكل واحد منكم يتم يسأل مولانا إن اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الثناء، ونحي عنها زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. جنب بلادنا الفتن والمحنة والمكاره ما علمنا منها وما لنا، اجعلنا أمة مرحومة نجتمع على طاعتك ونتفرق على طاعتك، ونحمي حمى دينك، ونعمل بشرعك، ونعيش في رحمتك، إنك سميع مجيب. هذا تم وطلب مولانا لبلدكم وبلدنا جميعا. يا مولانا جنبنا المشهد. طيب نحن نختم بالدعاء إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد مع الرضا، ولك الحمد دائما وابدا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تذوقنا من بل إلا أفرت، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربي لا تذوقنا من بل إلا أفرت، ولا هم إلا فرجته. يا ربي لا ترك لنا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته. يا ربي لا ترك لنا دينا الا اديته، ولا عدوا الا كفيته. يا ربي لا ترك لنا عدوا الا كفيتنا شره. يا ربي اكفنا شر خلقك. يا ربي من كادر لا فكدره، ومن هم بنا سوءا فخذه ولا تمهله. لا تترك مرضا الا شفيت، ولا حاجه من حوائج ولا نقره الا اعطيتها لنا وبركتنا فيها. يا ربي جنب بلادنا وبلاد المسلمين كل بلاء وشحناء. يا ربي اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد، ونحي عن زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم نحي عن بلادنا وبلاد المسلمين أهل الزيغ والفساد. اللهم يا رب العالمين اجمع كلمتنا على دينك وعلى ما يرضيك، واجعلنا أمة مرحومة، وجنبنا الخلافات والبلايا والرزايا والقلاقل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. يا رب اهدنا جميعا قمة وقاعدة. يا رب اهدنا جميعا قمة وقاعدة. يا رب ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. يا رب قيض لولاة أمرنا بطانة الخير، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتبين لهم ما أحلت وتبين لهم ما حرمت. اللهم أعنا وأعن كل من يريد الخير والسداد في هذا البلد وخارج هذا البلد. يا رب اجعل بلادنا أمة مرحومة تحب فيك وتبغض فيك، توالي من واليت وتعادي من عاديت. اللهم أجرنا من الفتن، اللهم أجرنا وأجر بلادنا من الفتن والمحن ما وهر منها وما بطن. اجعل بلادنا من أحسن البلاد، على آمنة مطمئنة إلى يوم الثناء، نحي على زي أهل الزيغ وفساد أهل الفساد، إنك مجيب الدعاء. اللهم ألف قلوبنا على كلمة التوحيد وعلى العمل الذي يرضيك، إنك سميع مجيب. اهدنا جميعا شبابا وشيبا، قمة وقاعدة، رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، أغنياء وفقراء. اللهم اجعلنا أمة مرحومة، اجعلنا جميعا أنصارا لدينك. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم جنب بلادنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. فض علينا كل نعمة، وأجرنا من كل نقمة، إنك سميع مجيب. اللهم أجرنا من جميع المكاره، اللهم أجرنا من جميع المكاره، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تذل علينا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.